تنديدا بممارسات الاحتلال بحق المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه، خرجت مسيرة بيت دجن الأسبوعية الرافضة للتواجد الاستيطاني على أراضيها، خاصة المنطقة الشرقية من البلدة التي يسعى الاحتلال لإقامة بؤرة استيطانية فيها. نحن مصممين على إخراج هذه المسيرة أسبوعيا من أجل الأقصى والمرابطين، من أجل أهلنا وشعبنا في غزة، ونقول في هذه اليوم أننا مستمرين في المقاومة الشعبية رغم هذه القمع الشديد. نحن مستمرين من أجل الأقصى ومن أجل فلسطين ومن أجل غزة. نحن سنستمر في فعالياتنا الوطنية والمقاومة الشعبية. عدد من الإصابات بالاختناق جراء قمع المشاركين في المسيرة، حيث أطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط. رسالتنا اليوم هي وفاء للأقصى، أننا جئنا اليوم هنا إلى جبال بيت دجن لنقول لن نترك هذه الأرض وحيدة، وسنبقى على خط الدفاع الأول حماية لأراضينا ولمقدساتنا. جئنا اليوم لنؤكد أننا نرفض ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات ومن قمع للمعتكفين. ولم يكتف الاحتلال بقمع المسيرات، بل شدد من إجراءاته العسكرية في محيط محافظة نابلس، ومنع الطواقم الصحفية من الوصول إلى بلدة بيتا، حيث خرجت المسيرة المنددة بإقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح التي قمعها الاحتلال. في كل أسبوع من فعاليات المقاومة الشعبية يبقى المشهد واحدا، قمع وحشي من قبل الاحتلال وثبات على الموقف من قبل أبناء شعبنا. من أراضي بيت دجن شرقية نابلس، محمد الخطيب، تلفزيون فلسطين.